وسهلا بك عزيزي المشاهد. نستكمل في هذه الحلقة ما بدأناه في الحلقة الماضية حول إعجاز القرآن، ونبدأ بالقول بأنه سواء كنت مؤمنا أم لا فإن الأمر الذي لن نختلف عليه أن كل محاولات الإتيان بما هو على شاكلة القرآن قد باءت بالفشل رغم تعدد تلك المحاولات منذ ظهور الإسلام. فمنذ أن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم يواجه القرآن بمحاولات من قبل الخصوم الذين يحاولون التقليل من شأنه والتأكيد على أنه غير معجز. وكما أشار صاحب كتاب إعجاز القرآن فإن التاريخ ينقل لنا أن هناك بعض المعاندين الذين حاولوا الوقوف في وجه انتشار الدعوة وفي وجه القرآن وادعوا أنهم يمكن أن يأتوا بمثله لأنه ليس كتاب خارق للعادة ولا بالمعجز وليس وحيا إلهيا بل هو كلام بشر والبشر يستطيع أن يأتي بمثله. وقد تجاوز بعضهم الحدود حيث عرف نفسه بأنه نبي مرسل من الله، ورغم أن معظم من أقدم على هذا الأمر كان له باع في الخطاب والبلاغة فإنهم فشلوا وانكسرت شوكتهم عندما وقفوا بوجه القرآن. على رأس هؤلاء مسيلمة الكذاب، وقد كان من قبيلة بني حنيفة، آمن بالرسول في عهده لكنه بعد فترة ارتد عن الإسلام مدعيا النبوة وخرج على الرسول في اليمامة وكذب رسالته، وقيل أنه حلل الخمر وأسقط وجوب الصلاة كما أرسل رسالة للنبي صلى الله عليه وسلم جاء فيها من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله: سلام عليكم، أنا شريكك في الأمور، فنصف الأرض لي والنصف الآخر لقريش، لكن قريش قوم متجاوزون. ومن جملة الخزعبلات التي قالها مسيلمة في معارضته للقرآن: الفيل وما الفيل، وما أدراك ما الفيل، له ذنب وبيل وخرطوم طويل. وكان مما قاله: لقد أنعم الله على الحبلى، أخرج منها نسمة تسعى من بين صفاق وحشي. وقال: والمبذرات زرعا، والحاصدات حصدا، والزاريات قمحا، والطاحنات طحنا، والخابزات خبزا، والثاردات سردا، واللاقيمات لقمة، أهالة وسمنا، لقد فضلتم على أهل الوبر، وما سبقكم أهل المدر. على هذا النحو من السخف والضعف وابتزال المعنى كما وصف الرافعي ما جاء به مسيلمة. ومن بين معارضي إعجاز القرآن أيضا عبد الله بن المقفع، وكان من أدباء اللغة العربية المعروفين، وورد في الأخبار أنه اجتمع مع من يسمى بابن أبي العوجاء وأبي شاكر الضيصاني الزنديق وعبد الملك المصري عند بيت الله الحرام، وأخذوا يستهزئون بالحجاج ويطعنون بالقرآن، واتفقوا على أن يلتقوا ومع كل واحد منهم ما يعارض القرآن باعتبار أن في ذلك إبطال نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي الإسلام. فكان مما قاله ابن المقفع: يا قوم، إن هذا القرآن ليس من جنس كلام البشر، وأنا منذ فارقتكم مفكر في هذه الآية، وقيل: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء اقلعي، وغيض الماء، وقضي الأمر، واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. وأضاف: ولم أقدر على الإتيان بمثلها. كما عارض القرآن دون جدوى أبو العلاء المعري، حيث نقل عنه أنه قال: أقسم بخالق الخيل والريح الهابة بليل،
ما بين الأشراط ومطالع سهيل، إن الكافر لطويل الويل، وإن العمر لمكفوف الذيل، تعد إطق مدارج السيل، وطالع التوبة من قبيل، تنج وما أخالك بنك. وأخيرا، فقد حاول الأديب المعروف المتنبي معارضة القرآن كذلك، حيث نقل عنه أنه قال: والنجم السيار والفلك الدوار، والليل والنهار، إن الكافر لفي أخطار، امض على سنتك، وقف على أثر من قبلك من المرسلين، فإن الله قامع بك زيغ من ألحد في دينه وضل عن سبيله. والخلاصة أن كل من عارض القرآن ظهر عجزه أكثر، ولم يصل إلى نتيجة تذكر في تأكيد ملموس على حقيقة إعجاز القرآن. شكرا جزيلا، وإلى لقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله.